بحضور الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني، وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، نظم نادي بعد ظهر اليوم السباق السادس لهذا الموسم والذي أقيم على كؤوس شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات جيبك وكؤوس مؤسسة الحصان العربي لخدمة الفروسية والبيطرة وكأس شركة كريدي ماكس، وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفا في الصخير. كما حضر السباق سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان الخليفة وسمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى الخليفة وسمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى الخليفة وممثلو الجهات الراعية للسباق وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل. وقد تم تتويج الفائزين بكؤوس السباق، حيث قام السيد يوسف علي ميرزا الرئيس التنفيذي لشركة كريدي ماكس بتقديم كأس الشوط الأول إلى المضمر الفائز جيمس نيلور، فيما قام المهندس ياسر عبد الرحيم العباسي المدير العام للتصنيع بشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات بتقديم كؤوس الشركة إلى الفائزين، حيث قدم كأس الشوط الثاني إلى المضمر الفائز جيمس نيلور وكأس الشوط الرابع إلى سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان الخليفة وكأس الشوط السادس إلى عبد الله فوزي ناس، ثم تم تقديم كؤوس مؤسسة الحصان العربي لخدمات الفروسية والبيطرة إلى الفائزين، حيث قدم زيد حسن المدحوب كأس الشوط الثالث إلى دين باست، وقدم سجاد حسن المدحوب كأس الشوط الخامس إلى علي المنصوري، فيما قدم علي حسن المدحوب كأس الشوط السابع إلى حسن شمطوط. هذا واشتمل السباق على 7 أشواط.